وقبليها وخروج ظالم البطولة الافريقية. انا اقول ظالم واقول لفريق الزمالك ما اتغلبش، قول لي ليه؟ طيب باحترام الجمهور الاهلي والنادي الاهلي، انا قلت انا خلافي مع الاخ رئيس النادي الاهلي. هو الحكم لما بيتغير كده فجأة والرابع يتغير فجأة وممنوع جمهور الزمالك يخش الا 15 ولا 20 واحد و5000 من جمهور الاهلي وحكم المباراة يلغي الفار واثنين ضرب جزاء لا، وكانت التعليمات واضحة، اوعى مرتضى منصور رئيس النادي ده الابيض ابو خطين حمر دول يقف على المنصة دي، لان لو وقف على المنصة وشال كاس افريقيا مش هنقدر نفعصه تاني يوم. وكان اختيار غبي وتوقيت غبي، هم اعتقدوا ان في التوقيت ده تاني يوم الجمهور قرفان مني، لا طلع قرفان منكم انتوا، لانه كشف المؤامرة. الزمالك ما التزمش، الزمالك ما خسرش، وعشان كده اخواننا الجماهير الاهلاويه مش فرحانين، لان دي مؤامره متخطط لها متخطط. هو انت عايز تقنعني ان قرار عزلي او تجميدي او طردي من النادي انا ومجلسي اتاخد تاني يوم الماتش؟ لا، والتجريد مجلس القضاء الاعلى طبعا اطلاع على قانون على قرار مجلس القضاء الاعلى اللي عين الثلاثه دول، هو عينهم الصبح؟ لا، بيبقى عينهم قبلها باسبوع، يبقى الموضوع مترتب. ده يمشي، ده زي ما انا وعدت هخلص عليه سياسيا، هخلص عليه رياضيا، بس طب والنادي؟ طب والجماهير؟ طب والفرقه الرياضيه؟ طب فريق الكوره؟ طب اليد؟ طب السله؟ طب كل دول؟ لا 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 مش مشكله، وقع النادي، بس النادي لما يقع فيه ملايين والناس غضبانه، مين الناس؟ يعني ايه ناس؟ يعني ايه ناس؟ بشر مواطنين والله العظيم عندهم كرامه وكبرياء، مواطنين بيشتغلوا من الصبح بالليل عشان لقمة العيش، والله عشان لقمة العيش، بتلاقي عامل غلبان بيشجع الزمالك عشان لقمة العيش. لو انا بعمل مخالفة يا فندم لغاية اخر يوم ما خفتش، كل اول مرة عشان انا بقى المرة دي هو حديث الصراحة التامة. ليه الدكتور مصطفى مدبولي بيعمل فيها كل ده؟ هقول كل ده بالمستندات، مش هقول كلام بدون دليل. انا بتفرم من ساعه ما اتلفع الفيديو بتاع الخطيب وكهرباء، لولا جهه سياديه محترمه لان الموضوع وصل للرئيس، ولما وصل للرئيس لازم الجهات كلها تشتغل، وهم اللي عرفوا ان الفيديو متركب وان كلمه اصل ما فيهاش راجل ديت، ده كانت مكالمة بيني وبين أحمد موسى سنة 2012 أيام مرسي. مش أنا اللي اكتشفت على فكرة، لأن أنا ما اطلعتش على الورقة. إنما قدمت لمعالي النائب العام كل الأدلة إن عامل الفيديو ده الكابتن محمود الخطيب وكهربا والواد اسمه إبراهيم اللي شغال مع الخطيب وكهربا. وقدمت الفيديو الحقيقي. مش عايز أتكلم في القضية دي دلوقتي لأنها مش قضيتنا. انما بعديها على طول انت شتمت رئيس الوزراء، ما قلتلوش حاجه. انا بقول له حضرتك مين؟ وانا بقول له دلوقتي حضرتك مين؟ يا فندم ما كنتش عنده مجلس نواب، وقلت لاحمد نظيف واحمد عز الطويل والقصير رقم 10 خربوا البلد، ما حدش عمل معايا حاجه. لا، في وجودك يا سياده الرئيس السيسي انتقدت سيادتك لما انت اخترت المهندس شريف اسماعيل مع وائل ابراشي، ما قلتليش حاجة. ما كنتش عايز مجلس الشعب والله خالص. ولا كان في برلمان أصلا. كل اللي حصل شخصية محترمة في البلد تصدية بعد الراجل محلي فامين قالوا لي روح اقعد مع هذا الرجل، رحت قعدت مع المهندس شريف إسماعيل أكدت إن أنا كنت غلطان، راجل محترم خسرناه الأدب والاحترام والإخلاص. راجل دولة. حضرتك ما عملتليش حاجة. سيادة الرئيس أنا انتقدت سيادتك لما اتكلمت في العاصمة الإدارية قبل ما أروحها. حضرتك ما عملتليش حاجة. ما فرمتنيش زي ما بتفرم دلوقتي. ويا ريت أنا بقى اللي بتفرم، أنا ما عنديش مشكلة. إيقافي 4 سنين وهنتكلم في الكلام ده من اللجنة الأولمبية. طب أنا بضربك بالرصاص، أنت لسه عايش؟ طب أنا هولع في جتتك. هوقفك. وهجمد المجلس بتاعك. وهدمر النادي بتاعك.
سيادة الرئيس، أنا بخاطب حضرتك بما لك من مقام رفيع كمركزك ومقام رفيع عندي أنا. أنا قعدت مع حضرتك قبل ما تيجي رئيس، حضرتك دعيتنا مرة واحدة في افتتاح قناة السويس. انطباعي عن سيادتك ومرتين قبل ما تيجي برضه رئيس حضرتك، واعتقد ان انا كان لي دور قبل 30 يونيو. انا الوحيد اللي كنت بطلع في كل القنوات المصريه. انا طلعت مع اسامه كمال، طلعت مع وائل الراشي، طلعت مع الاخ احمد موسى اللي جايبني دلوقتي، وانا بقول له متشكرين على العيش والملح اللي بيني وبينك. بشكر انت لو كنت في محنه لقيتني اول واحد واقف معاك في ظهرك سندك لغايه ما خدتك من ايدك وروحنا سوا. يا استاذ احمد يا موسى اللي بتهاجمني، اللي افسدت الطبخه بتاعت تزوير الانتخابات مجلس النواب، لما حضرتك في الصندوق الثالث قلت مرتضى سقط، وسقف لك انت وعمرو اديب. عمرو اديب اللي بيقول شو اللي يفضوا، واللي عمله ده مش على حسابه، لا على حسابي، لا على حسابي يا اخ عمرو، والله على حسابي. 17 مليون ونص تبرع مني يا عم، نص مليون جنيه يفت خلاص، بالاضافه 176 مليون من تركي الشيخ، هو الراجل قال وانت عارفه صاحبك، هو اللي مشغلك، قال دول حتى طلع مسيف زاهر وهنسمع الناس الكلام ده كله، دول مرتضى منصور رفض وقال لا يتحطوا في النادي. لو ال 176 مليون جنيه دول اتاخدوا من خزينه النادي، لا في منشآت ولا جمباز ولا كاراتيه ولا جناين ولا حمامات سباحة ولا نادي نهر ولا حاجة خالص. ليه؟ لأن المبلغ دوت اللي احنا خدناه دفعناه للكورة سواء مدرب أو لعيبة على أعلى مستوى أساسي وفرجاني وجروس، ده غير السبعة مليون راجل دفعهم مشكورا جدا جدا جدا، وجميله مش هنساه لا أنا ولا الزملكاوية مهما كانت أهلويته، إنما راجل محترم بيقدر الرجال. لما طلع في التلفزيون قال شهادة حق يا سيف، مرتضى محترم هو أولاده بيجوا على حسابهم، يقعدوا في النادي على حسابهم، رفض ياخد مليم، رفض ياخد هدية. بشكرك جدا لأنك قلت كلمة حق في زمن أغبر، زمن الحق فيه بيضيع. لو ال 176 مليون جنيه دول اللي المفروض راحوا للعيبة والمدرب، ومنهم 7 مليون جنيه ملابس اللي بيقول لك راح، بنتكلم دلوقتي على المخالفات الوهميه، لو احنا جينا النهارده خدناهم من خزنه النادي. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بالنسبه للاهلاويه اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكله في تسجيل الدخول لليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي ثلاث نقط جنب بعض هتدوس عليهم، هتطلع لحضرتك القائمه اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب، وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.